نسمع لك. يقول كان وقت الفاصل اني ادق على اخونا وهو فعلا دكتور باخلاقه وبهالشته وبشته. البارح كنا عند عائله الاحمد وواحد منهم يقول ادخلتوا علينا السرور. قلنا والله انكم اللي ادخلتوا علينا السرور بهذا الاجتماع الطيب المبارك وهذه القيم اللي تزرع. وقلت انتوا ولله الحمد لبنه صالحه والحمد لله ان ما بنخاف على الامه وعلى شباب الامه وفيه اسر امثالكم يزرعون القيم ويحثون على الخير وهذا الاجتماع وذي لمه الطيبه. فمن وجدناه من الضيوف محمد بن حجيل الناهسي وفعلا غمرنا بدماثة اخلاقه وطيبه. سبحان الله ذاك الرجال ما بيظهر منها الا طيب سبحان الله ولا نزكيه على الله. وجلسنا على صحن واحد معنا ابو زياد الله يسرمكم امره في قص لنا قصه جيرته مع كان في امريكا جلس تقريبا سنوات في لهجار امريكي. و الشيخ محمد بن حجيل ساكن جنب الامريكي هذا ودائما ياخذ اولاده ويروحون يصلون لهم في لوس انجلوس او زي كذا. هم مجتمع يصلون فيه ويجتمعون فيه يصلون فيه صلاه الجماعه. والامريكي ذا عنده كلب على خشم الباب. لينزل الولد يهوشه الكلب والولد يصيع على الكلب ويمشي يعني. سبحان الله الولد ذا اسمه عبد العزيز تقريبا في ثاني ابتدائي. ولكن شوف التربيه الصالحه. بحسن اخلاق ذا الولد وبحسن اخلاق الابو وكذلك ام عبد الله زوجته محمد بن حجيل بحشمتها وبشيمتها وبقيمتها وبحجابها ولا به كثر كلام وطيبه وخلق. الامريكي ذا بدا يتاثر. سبحان الله دعا الولد وقال احنا رايحين المسجد. شاف اللمه راح كانه تتبعهم وشاف اجتماعهم في المركز الاسلامي او في المسجد وشاف لمتهم سعوديين وبعض الخليجيين وبعض العرب ولمتهم وسواليفهم وضحكهم ومزحهم. الامريكي ذا قام قلبه يفخط الظاهر انه ما حد يجيه ولا يجي احد. ويوم شاف ذي اللمه وذي الجمعه بدايا جاء يوم من الايام وسال ابو عبد العزيز قال اين بتروحون؟ قال احنا بنروح نصلي صلاه الجمعه. الولد عبد العزيز ذا الصغير قال هيا امش معنا. تعال امش معنا. تعال صل. الولد ذا يحسب الناس كلهم مسلمين. تعال صل. قال لا انا ماني طاهر يعني بلغتهم ماني طاهر ما ادري هو شارب ولا ما ادري ايش هو مسوي. قال لا وكيف بتصلون الجمعه؟ قال نجتمع احنا نجتمع ونصلي الجمعه. قالوا كيف هذا الاجتماع؟ قال احنا نجتمع في مسجد نعبد الله سبحانه وتعالى. وراح ورجع. سبحان الله الولد ذا كل ما مر يسلم على هذا الامريكي هيا معنا وامش معنا. الين الامريكي ذا يوم من الايام قال بمشي معكم. كان عندهم عشاء واجتماع. ابو عبد العزيز قال الان بشله ومجتمع وما ادري كيف والرجال روانا صورته ولده يلقنه الشهاده. الامريكي ذا دورين ما شاء الله بارك الله رجال هامة لا اله الا الله. خوينا الشهراني طويل وجبر لكن جنب ذاك طلع تقول ولده. المهم سبحان الله يمشي معهم. ويوم دخلوا في هذا المجتمع فشرب بيسارة. اي انت كافر شرب بيسارة. فيه الظاهر شايب جاي يتعالج في امريكا كان معهم في المجتمع. في يوم شابه يشرب بيسارة قال شرب بيمينك شرب بيمينك خلي الرحمن معك. الامريكي هو كبير سن الامريكي لكن يوم شاف ذا يهوش حس ان فيه شيء غلط. قال ايش هو يقول؟ طبعا ايش هو يقول هذه لغتي انا بس بلغته ما ادري ايش هو يقول. قال المهم قال هذا يقول يعني من ديننا وصحيا وذنك تشرب بيمينك لا تشرب بيسارك الشيطان يشرب معك. فرح. سبحان الله الامريكي هذا جمع كم من قيمه. المبادره بالامر بالمعروف. ردة الشايب هذا كل يأمر بالمعروف. الولد الصغير ودماث اخلاقه وداعيه لا ذا حس هادي يوم فقده صلاه الجمعه الله يعزك سلمى نبحك اليوم. اي كمل. الامريكي فقد الولد الكلب ما نبح يقول ما خرجوا.
ويوم سأل قال وين؟ قال كنا مجتمعين صلاة الجمعة ولذلك حنا نطول في المسجد ونقرأ القرآن وكذا. سبحان الله ويجي الولد يوم من الأيام بعد ما جمع الأمريكي هذا كم من قيمة جميلة من هذول الجيران في حشمة الزوجة هم عبد الله الله يطول عمرها ونساءنا الصالحات والحمد لله أن الأمة مليئة بالنساء الصالحات. شاف هذه القيمة هنا والحشمة والشيمة والأدب وشاف هذه التربية لهذول الأولاد اللي يتسابقون على المسجد ويدعون للمسجد ويحثون للخير وهذا الزوج الصالح الطيب اللي ما يصدر منه إلا الكلمة الطيبة حريصا على اللمة حريصا على الجمع أدب أخلاق مع هذا الجار. فجلس يوم يسولف قال الولد الصغير ذا عبد العزيز ليه ما تدخل في الإسلام؟ ليه ما تصير مثلنا مسلم وتمشي معنا المسجد؟ سبحان الله وقعت في قلب الأمريكي وفترة قال أبغى أسلم. أي والله وحب الإسلام وحب مما شاف من الجيرة الطيبة ومن هذا. إن جيت للأولاد ولا هم ندرهم في صفاتهم وإن جيت للأم ولا هي نادرة في صفاتها وإن جيت للأب ولا هو نادر في صفاته. وسبحان الله ويقوم الأمريكي قال أبغى أسلم يا الله ويجي الولد ويلقنها الشهادة قل أشهد لا إله إلا الله يروينا المقطع ويلقنا الشهادة قل أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقولون اروع شوي شوي عليه ويجيك الأمريكي مستانس ويوم دخل في الإسلام مستانس وجاء الظهر أنه الآن دكتور الأمريكي دكتور في جدة كمل دراسته هناك وأخذ فيزا من تراه من الشهرانية عطاه 7500 ريال صدق ما يقدر فلوسها وعطاه إياه وجاء وجدة الآن دكتور بمستشفى وقال ما أنا برح لأمريكا أبدا الحين مستقر بجدة ومستقر أي كمل دراسته من ذا الجار وكذا ساعد ما قصر أي فالحمد لله مثل هذا البارح ما تدري وين تروح كل ما رحت ولن طايح لك في علم الغانم وهذا العلم الغانم والله أني أدق قبل شوي القصة ذي سبحان الله تعطيك فخر وتعطيك عزة الحمد لله أن أمتنا ودولتنا ومواطنينا وشعبنا فيهم خير وفيهم بذل للخير وكل منهم يحب الخير للغير. شوف سبحان الله استاذ انت قبل شوي قلت اسمح لي أنا القصة ذي ودي بهاي استفيد كثير من الناس من التعامل والتربية الحسنة والحشمة والشيمة والقيمة لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لها أثر طيب فودي أذكرها ودي أذكر اسمك واسم أم عبد الله واسم الولد عبد العزيز والبارح واحد من أولاده اسمه راكان شارك في حفظ القرآن وحفظ القرآن وجاء وعطانا بيتين قصيد في الشيمة وعطيته مسبحتي من ذا الولد اللي عاش في أمريكا ولكن باقي ماسكن قيمه وماسكن ذا فأقول الحمد لله مثل هذا طلبته وقلت شو بذكر اسمك وذا قال يا أبو هادي مسموح والله يجعل عملنا وعملكم خالص ويرزقنا وإياكم التوفيق ويجعلها تنفع الله يجعلها تنفع فالله يكثر من أمثالهم ويجعلنا وإياكم مباركين ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيك يا أبو هادي وأنا يعني جزاك الله خير أصلا اللي تذكرت وقلتها القصة يعني أيوة. نقول هنيئا لنا ولمجتمعنا بمثل هذا النماذج نماذج الأسر والآباء وحتى الصغار. أنا قبل كم يوم يمكن ما أدري شفتوا مقطع ولا لا الولد الصغير اللي جاه أبوه يسلم عليه وهو بأول ابتدائي بس دار بينهم حوار طويل يمكن 7 دقائق وكذا حوار طريف جدا لكن من ضمنه الولد يقول للأب الولد يقول لأبوه قال وينك ما شفتك لي فترة ما شفتك ما أدري وين كان مسافر أبوه يومين أو ثلاثة قال ما جاك شيء هذي يومين ثلاثة ما جاك فلوس والله أني دعيت لك يبوه يقول لا الولد يقول لأبوه قال ما جاك شيء زين ما جاك فلوس تراك إن جاك شيء ترى أنا بسببي أنا بعد الله أنا اللي داعي لك يبوه أنا أقول زي هالتربية زي هالنماذج العملية زي هالقدوات المتحركة اللي قاعدين نشوفهم هي تؤثر ترى في المجتمع أثرت في الكافر الله أكبر بل في الشريعة الأشياء الجمادات تتأثر فكيف بالإنسان السوي اللي عنده فطرة ولا حتى يتأثر بسماع القرآن الكريم وهو غير مسلم وغير كذا من المشاهد نبغى نسمع منك أبو حمد شيء يلا لا يلفك قال إن حفظ القرآن في 3 شهور ما شاء الله حفظ القرآن في 3 شهور ويقول إذا جاء يتكلم بالقرآن يعني يقرأ القرآن ما ودك إنه يسكت شوف سبحان الله هذا القرآن وهذا الإسلام كله في ميزان زرد هذه الأسرة المباركة.